إذا مستمعنا اليوم فشيوات متنوعة غادي نقترح عليكم بسطيلة باللحم والفواكه الجافة. فغادي نحتاجوا في المقادير أول حاجة الورقة البسطيلة تكون كبيرة، غادي نحتاجوا تقريبا زلافة ديال الزبدة تكون مدوبة، وغادي نحتاجوا تقريبا كيلو حتى الكيلونس على حسب ديال الهبره ديال اللحم، يعني دوك الهبرات ديال على شكل قطبان اللي ما تتكون فيهم لا شحمه لا والو، هبره ديال اللحم ديال البقري، وجوج حبات حتى ثلاثه الحبات كبار ديال البصله. غادي نحتاجوا في العطريه شويه ديال الملح، شويه ديال الابزار، جوج حتى ثلاثه دريسات ديال الثومه، وشويه ديال السكينجبير، شويه ديال الزعفران الحر. واكيد غادي نحتاجوا بالنسبه للفواكه الجافه نص كيلو ديال البرقوق، يعني اللي الجاف يعني البرقوق اليابس اللي كنعسلو، وكذلك ربعه ديال المشماش حتى هو يابس، ونحتاجوا كذلك ربعه ديال اللوز مسلوق مقلي ومهرمش، ممكن نديروا حتى اللوز كونكاسي، يعني غير نديروه في الزيت شويه ديال الزيت ويتحمر مزيان. واكيد غادي نحتاجوا شويه ديال السكر وشويه ديال القرفه، والتزيين كيبقى اختياري. فطريقه سهله، غادي نمشيو للطريقه ونعاودوا المقادير في نفس الوقت. فاول حاجه غادي ناخذوا مقله كبيره نديروا فيها ثلاثه ديال البصلات، من الافضل تكون البصله البيضاء، ثلاثه ديال البصلات يكونوا كبار مشلضين رقيق، غادي نديروهم مع شويه ديال الزيت ونخليوهم كيتشحروا مزيان. هذيك البصله كتشحر مزيان مع شويه ديال الزيت مع الزبده، نضيفوا شويه ديال الثومه مدقوقه، شويه ديال الملح والابزار، شويه ديال سكينجبير بودره، وشويه ديال الزعفران الحر، وكنضيفوا كذلك يعني دوك الطريفات ديال اللحم في نفس الوقت، وكنشحروا واحد شويه اللحم مع البصله. عاد ديك الساعه كنضيفوا كاس كبير ديال الماء، وكنخليو داك اللحم كيطيب مع ديك البصله تقريبا جهد ديال واحد نص ساعه، يعني كافيه دغيا تطيب. فقلنا اول حاجه ناخذوا مقله كبيره نديروا فيها ثلاثه ديال البصلات مشلضين مع شويه ديال الزيت مع شويه ديال الزبده مع الثومه مدقوقه مع شويه ديال الملح والابزار، شويه ديال السكينجبير، شويه ديال الزعفران الحر، وغادي نشحروا واحد في الاول ديك البصله غير واحد شويه بحال يعني غير تلق الريحه ديالها، يعني كنحسوا بحال تشحرت شويه داك البصله مع هذاك كيلو ولا كيلونس ديال الهبره ديال اللحم البقري على شكل قطبان، يعني اللحم ما فيه لا شحمه لا والو، مقطع مربعات صغار، ويعني بحال قد القياس ديال كيف كنديروا في القطبان. وغادي نضيفوا على ديك البصله وكنبداو نشحروا، ثم ملي كتبدا يعني داك اللحم كينزل مع ديك البصله كنضيفوا واحد كاس كبير ديال الماء، وكنخليو كلشي كيطيب يعني مع ديك العطريه، وخاصه نغلبوا شويه الزعفران الحر كيجي يعني مزيان، ويعني باش كنمشيو يعني في البسطيله ضروري داك الزعفران الحر، يعني غير نحاولوا اننا نحاولوا يعني نيبسوا واحد شويه باش نطحنوه على كف يدينا، وكيبدا ينزل هكا مهرمش، وكنخلطوا مزيان ديك البصله مع داك اللحم مع ديك العطريه حتى كتنزل مزيان، ومن بعد كتطلق واحد المريقه كنحتفظوا بها على جنب، وكنخليو كلشي، وكنمشيو مباشره داك نص كيلو ديال البرقوق اليابس كنغسلوه ولا كنمسحوه، يعني نغسلوه ونمسحوه مزيان. ثم كناخذ واحد الكسرونه غادي نديرو فيها نص معلقه كبيره ديال الزبده مع كاس صغير ديال الماء مع جوج معالق كبار ديال السكر سنيده مع معلقه صغيره ديال القرفه، وكنضيفوا هذاك يعني البرقوق وكنعسلوه بالطريقه العاديه كيف كنعسلوه ملي كنبغيو نزينوه هكا في الطاجين، يعني كيف قلنا كناخذوا نص كيلو ديال البرقوق يابس كنعسلوه مع نص معلقه كبيره ديال الزبده مع كاس صغير ديال الماء مع جوج معالق كبار ديال السكر سنيده مع معلقه صغيره ديال القرفه مطحونه. هادشي كله كنديروه في كاسرونه كنخليوه كيتعسل مزيان، ثم من بعد كنحيدوا ليه ديك النواه ديالو داك العظم ديالو، وكنهزوه وكنقردوه رقيق كيكون تعسل وكيكون شرب هذيك اللقامه، وكنقردوه رقيق وكنحتفظوا به على جنب. كناخذوا كذلك المشماش بنفس الطريقه، ناخذوه في كاسرونه اخرى ونديروا فيها نص معلقه كبيره ديال الزبده مع نص كاس صغير ديال الماء مع جوج معالق كبار ديال السكر سنيده ومعلقه صغيره ديال القرفه، هذه باش كنعسلو، وكنضيفوا داك المشماش يابس وكنخلطوا مزيان. ومن بعد ملي كيتعسل كنهزوه وكيكون شرب كذلك داك يعني داك اللقامه، وكنهزوه داك الحلاوه وكنهزوه كنقردوه رقيق. كناخذوا زلافه ديال الزبيب كذلك بنفس الطريقه، هي نغسلوها مزيان ونحيدوا لها ديك النباته ونصفيوه مزيان ونحتفظوا به على جنب. ممكن اننا ملي نكونوا يعني ناخذوا كذلك اللوز مسلوق مقلي ومهرمش اولا اللوز كونكاسي ندوزوه في المقله فيها شويه ديال الزيت ونبداو نحركوا مزيان حتى كيتخلط، فتيكون عندنا كل شيء واجد، يعني ديك البصله مع داك اللحم اللي منسمى بداك الزعفران الحر يعني واجده، البرقوق يابس عسلناه ومن بعد هزيناه وقردناه رقيق، المشماش كذلك عسلناه وقردناه رقيق، الزبيب حتى هو غسلناه مزيان من الماء وسقطرناه وحيدنا ليه ديك النباته ديالو، واللوز
اما مسلوق مقلي ومهرمش اولا دوك اللوز كونكاسي دوزناه في الزيت وحمرناه فكل شيء عندنا واجد بقى غير المونتاج بالنسبه للطريقه هذاك البرقوق وهذاك يعني بما انه داك اللحم مع داك البصله كيطلق واحد المريقه فغادي نصفيوه باش هذيك المريقه ما تحلش لنا الورقه وغادي نحاولوا نهزوا واحد المعلقه منها وغادي نخلطوا معها هذاك البرقوق ونهزوا معلقه كذلك ديال داك المريقه ديال اللحم ونخلطوها مع داك المشمش اللي عسلنا وبنفس الطريقه يعني ما بين البرقوق غير البرقوق والمشمش يابس كنضيفوا ليهم معلقه ولا جوج معالق ديال هذيك المريقه ديال اللحم وكنخلطوهم مزيان كنخلطوها مزيان ومن بعد نعاودوا نسقطروها باش ما يبقاش فيها الماء. المهم هو انه داك البرقوق وداك المشمش كيجي معسل وكتجي فيه الطيبه ديال داك اللحم ديال داك المريقه ديال اللحم. بالنسبه لهذاك الزبيب كنديروا فيه شويه ديال الماء زهر يعني ملي كنسقطروا مزيان الماء كنضيفوا لي معلقه كبيره ديال الماء الزهر وكنخلطوا مزيان باش كيجي داك الزبيب فيه النكهه ديال الماء الزهر. وبالنسبه يعني داك اللوز فكنخلطوه مع شويه ديال السكر كلاصي يعني كيتخلط مزيان ومن بعد كنغربلوه شويه باش كينزل داك الفائض ديال السكر كلاصي وما كتجيناش حلوه بزاف. فبقى لنا المونتاج غادي ناخذوا اي قالب بغينا ديال البسطيله باشكال مختلفه ممكن يعني نتفنوا في الاشكال غادي ندهنوه مزيان ومن بعد كنفرشوا الورقه ديال البسطيله ودائما بنفس الطريقه كنخرجوا الجناب ديالها باش من بغيو يعني نديروا الحشوه كنتنيو عليها هذاك الغطاء ديالها يعني بطريقه كيف كنصيبوا الورقه ديال البسطيله كنلبسوها للمول ثم كناخذوا في الوسط كنديروا هذيك الحشوه ديال اللحم مع البصله كنديروا كميه منها يعني الفوق كامله الا كانت عندنا كثيره فغادي نخليو منها شويه وغنديروها كامله في الحشوه ومتى نكملوا عاد نزيدوا من الفوق باش جينا ديك يعني ديك الحشوه يعني من الفوق ومن التحت. الا كانت عندنا كميه معقوله جهدين يعني تقريبا كيلو ديال الهبره ديال اللحم وخرجت لنا يعني ملي كتنزل فغادي نديروها كامله ديك الحشوه كنديروا فوق منها دوره ديال المشماش يابس يعني هكا دوره دائريه. مثلا غادي ناخذوا السينيد ولا ديك اللاطه ديال البسطيله ملي كنفرشوا دوك الوراق وكندهنوهم مزيان وكنقادوا ديك التفريشه ديال الورقه ديال البسطيله كنخليو الوسط كنديروا الحشوه. بالنسبه للحشوه كنديروا دوك طريفات اللحم يعني اللي نزلوا مزيان وتحمروا مع ديك البصله كنديروا الحشوه كامله. كنديروا البرقوق يابس كنديروا دوره منه يعني ما كنفرشوهاش كامله ديك الطبقه ديال البرقوق وانما كنديروا غير دوره وكيبقى الوسط خاوي بحال ديك الدوره ديال المحنشه دائريه. كنديروا دائره ديال البرقوق يعني معسل وكنديروا وسط منه دوره ديال المشماش غيبقى لنا غير الوسط كنديروا داك اللوز مع حفيره ديال الزبيب فكيجينا هذاك اللحم مع البصله لتحت كتجينا الدوره ديال البرقوق يعني معسل حداه دوره ديال صغر منه ديال المشماش يابس حداه دوره ديال الزبيب ودوره ديال داك اللوز مسلوق ومهرمش اولا اللوز كونكاسي. ومن بعد الا بقات لنا حسب من الافضل نخليوها تزين بهذا الشكل وكنلبسوا يعني كنقادوا هذيك الورقه ديال البسطيله ومن بعد كندهنوها مزيان بالزيت وكندخلوها للفران حتى كطيب وكتحمر فكتجي لذيذه بزاف ما بين الملوحه وما بين الحلاوه ما بين الطيبه ديال داك اللحم مع البصله وما بين هاد الفواكه الجافه. وفي التزيين ملي كطيب وكتحمر فممكن اننا يعني كناخذوا ندهنوها بالعسل نرشوها بالزنجلان ونديروا يعني في الجناب نديروا داك نخليو حبات من البرقوق وحبات من المشمش اللي عسلنا منحيدو يعني نخليوها صاينة بشكل ديالها وكنزينوا بها بشكل اللي بغينا ممكن نزينوا بالانصاف ديال اللوز مع داك هذا ولا الدوره كامله نديروها ما بين برقوق وما بين مشماش. المهم ملي كتوصلوا لهذه المرحله فاكيد بان الواحد كيفرح وكت يعني كتزين حتى هو كيولي يعني كتفنوا في التزيين بما انه يعني المرحله ديال الطياب وديال الشكل النهائي كيكون يعني صافي وجد. فبالنسبه للتزيين كيجينا سهل فكتجي يعني الحشوه ديال اللحم مع البصله مع البرقوق يابس مع المشماش يابس مع الزبيب مع اللوز سواء كونكاسي ولا اللوز محمر. فنتمنى تجربوا هذا الاقتراح ديال البسطيله بالفواكه الجافه يعني حلوه ومالحه مناسبه بالنسبه للاطباق اللي كنقدموا في عيد الاضحى. عيد الاضحى يعني نغيروا شويه في الاطباق وبالصحه.